أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا باستعراض لخرائط الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة اعتبارا من نهار اليوم الجمعة وخلال بداية الأسبوع القادم، حيث تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار محلية ومحدودة الطابع، في حين يستمر الطقس حار ومستقر في باقي مناطق المملكة. بالنسبة ليوم السبت تستمر التشكلات الرعدية المحدودة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات عسير وجازان، ربما تمتد حتى مرتفعات الباحة، في حين تستمر الأجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة. يوم الأحد لا تغيير الحالة الجوية، تستمر فرصة تشكلات بعض التشكلات الرعدية خاصة فوق مرتفعات جازان خلال فترة الظهيرة والعصر. يوم الاثنين أيضا لا تغيير الحالة الجوية، تستمر الأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، حارة إلى شديدة الحرارة، في حين تبقى التشكلات الرعدية المحلية واردة في المنطقة الجنوبية الغربية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة. تسود أجواء صافية، 31 درجة مئوية حرارة مقاسة، المحسوسة 30، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. أجواء شديدة الحرارة ومرهقة، يوم السبت 47 إلى 30 درجة مئوية، يوم الأحد 46 إلى 30، ويوم الاثنين 45 إلى 31 درجة مئوية. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم السبت نبدأها بالمنطقة الشمالية. تبوك 41 إلى 28، سكاكا 43 إلى 30، وعرعر 44 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس شديد الحرارة 47 إلى 35، جدة 36 إلى 30، مكة المكرمة 43 إلى 31، والطائف 36 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 33 إلى 22، أبها 33 إلى 20 مع تفرق لبعض الغيوم، وجازان 38 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 34 إلى 33، حفر الباطن 48 إلى 31، وأجواء شديدة الحرارة في الإحساء مع تربة مثارة 50 إلى 34 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 47 إلى 30 مع أجواء شديدة الحرارة، بريدة 45 إلى 29، وحائل 42 إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.